السلام عليكم ورحمة الله. تولى اليهود عن الحق المبين ورفضوا الاحتكام لكتاب الله إن لم يوافق أهواءهم وغرهم ما كانوا يفترون ويختلقون من أكاذيب، وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، ذاك في الدنيا، فماذا عن الآخرة؟ ماذا عن يوم الحساب؟ فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون؟ فكيف يكون حالهم إذا جمعهم الله للحساب في يوم لا شك فيه هو يوم القيامة، وأخذ كل واحد جزاء ما كسب من خير واكتسب من شر، فلا ينقص من حسناتهم ولا يزاد على سيئاتهم، وهم لا يظلمون شيئا؟ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ذاك لليهود، فماذا لنا؟ أولا، الإنسان مخير في الأمور الشرعية، وإذا عرض على الإنسان الحق وجب عليه اتباعه. ثانيا، نعم، أنعم الله علينا بنعمة الإسلام، ولكن لا يجب علينا الاغترار بديننا، ويجب أن نعمل ليوم الحساب. وأخيرا، لا تغتر بالدنيا وزينتها، فهي فانية وإلى زوال، وأعمل ليوم الحساب. جزاكم الله خيرا. فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون؟